المعرض فيه هدفين. الأولى هو التعريف بجمعية الوعي وبأن هنالك أناس يحملون مشعل الثقافة وعندهم هم ديال نشر الثقافة في المجتمع وخصوصا في المجتمع المراكشي. علاش؟ لأنه هاد الناس كاين في واحد المنطقة تسمى باب تكولا، وحنا وهاد الناس هما اللي كانوا هما الأولين، السوق الأول كان هنا في ساحة جامع الفنا. الهدف الثاني هو المساندة ودعم فكرة ديال مجلس مقاطعة المدينة مشكور عليها في إطار هذه الأيام الثقافية اللي منظم في بمناسبة ذكرى 11 يناير لتقديم وثيقة الاستقلال، واللي جاب واحد المشروع ديال نشر الثقافة وإظهار الكتاب وإبراز الكتاب في ساحة جامع الفنا. والهدف الثاني كيف قلنا هو إرجاع الحيوية، لأن الكتاب في قلب جامع الفنا هو ذاك القلب النابض للجسم وللعقل. الجمعية ديال الكتبيين تقوم دائما بتنظيم معارض، وهذه المعارض اللي هي كتشكل واحد الفرصة باش نخرجوا هذيك الذخائر، لأن الكتب اللي كنبيعها هي كتب قديمة وكتب حديثة، مخلطين كتب قديمة وكتب جديدة. وبالنسبة لنا توفر على كتب اللي هي قديمة شوية، وكاين الناس اللي كيجيو خصيصا لهذا النوع من الكتب المستعمرة، الكتب القديمة والكتب المستعمرة. الحمد لله كاين واحد شويه الحركه في الاقبال على الكتاب كي يراوح مكانه كذا نقولوا، طارت تيكون واحد الاقبال وطارت اخرى تيكون واحد الافول واحد الفطور في الاقبال على الكتاب. الكتب جميع التوجهات الفلسفيه دينيه ثقافيه تربويه اخلاقيه، المهم جميع انواع جغرافيه، المهم علميه، كل جميع انواع الكتب، وكذلك باللغة الفرنسية وكذلك الألمانية بالإنجليزية بالفرنسية، المهم كاين هناك تنوع في المعروض اللي تنقدموه للزبناء هنا في المعرض اللي تتقام في الساعة ديال جامع الفنا. هاد الكتب المستعملة تنبحثوا عليها، كنقوموا بعملية تنقيب على الكتاب، تنجيبهم كاين اللي تنجيبهم من الدار البيضاء، كاين اللي تنجيبهم من المعرض ديال المعرض الدولي للكتاب في الدار البيضاء نيت. عندنا علاقة مع زبناء كتبيين محترفين اليوم مصريين، العلاقة بينا وبينهم. علاوتنا على ذلك كاين الناس اللي كيبيعوا، هما يبيعوا الخزانات ديالهم، كيبيعوا الكتب ديالهم، في الغالب تيتصلوا بالكتبيين اللي بيتوا كلا معروف، لان معروف في المنطقة ديال او معروف الناس الكتبيين هما الحرايفية في هذا المجال. اتمينا ربما الرواق ديالي اقل الرواق اللي تيبيع باقل الاثمنه، ابتداء من درهم، ابتداء من درهم، 3 دراهم، 5 دراهم، 10. المهم هذا الرواق اللي عندي والله اعلم من تنعطاك، المهم هذا الرواق فيه تنوع وفيه الثمن منخفض لواحد الدرجه، لان الهدف ماشي الهدف هو تجاري، الهدف اصلا هو باش الرجوع للبضاعه، وباش القارئ حتى هو يستافد من هذا المعرض هذا اللي كيشكل فرصه باش يستافد من التنوع ديال الكتاب، ويستافد حتى من الاثمنه تكون منخفضه باش نشجعوا عمليه القراءه. بالنسبه لي بان لي مزيان، هندش فيه تقريبا نقولوا فيه جميع انواع ديال الكتب بجميع اللغات، كاين لونغري بان لي العربيه كاين الفرنسي، والاثمنه جد مناسبه. يعني كتبي تاخذي كتاب تمشي للمكتبه كتقولي بان يقدر يكون طالع شويه ولا حيت تيكون شي كتب مهمه، ذاك الكتاب الا قلبتي عليه مزيان غادي تلقيه وبثمن النقص، يعني استفاده فكريه ويكون موزاسيون حتى في الجيب. علاقه بالكتاب طبيعي الحال كون ما كانش عندي علاقه ما غاديش نشوف المعرض وندخل، حيتاش مؤخرا يلا بنبدا نقرا واحد الكتاب تاع ارت زيكولا، وداك الشيء بغيت نشوف الا لقيت شي كتاب لنفس الكاتب عاوتاني حيت عنده واحد النظره في شي شكل، زعما كي نعاود ناخذ ونشوفه. بيان سور عندي اهتمام، كون ما عنديش اهتمام ما غاديش نجي. تو سكي زعما كاين المطالعه وسميتو راه طبيعه الحال كاين اهتمام. مالوغوزمون هو راه تجي واحد لابيريود حتى حنا مابقيناش كنقراو، التليفون وكلشي تقولي دابا نقرا دابا نقرا، ولكن الواحد يدير يحط رجليه في هذيك الحاجه. اون فوا تقول بغيت نقرا داك الكتاب، بدا الصفحه الاولى والصفحه الثانيه هي غادي تيرك باش انك تكمل، وغادي تعاونك في بزاف ديال الحوايج في حياتك. دونك يدير الواحد ان با، وديك الساعات راه بلا ما يشعر هو غادي يكمل القرايه ديال الكتاب ويتبعوا كتب اخرين، ما يكونش هذاك هو الاخير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.